أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. النهاردة يا جماعة واحدة ست كبيرة قصدتنا صلح لها الراديو، ده راديو من العصور الوسطى، ده كان موجود في السبعينيات والحاجات دي، اللي هو مؤتي لمصر وكان مشهور، وكانت المحطة دي الموجة دي كانت كويسة رايقة. لكن للأسف مع ظهور الموبايلات وعمل الاريا فوق الأسطح، بقى الجهاز ده بيستقبل او بيتأثر بالاريال بتاعة اللي هي المحاميل اللي موجودة، فبيستقبلها على الموجة بتاعته، فعاملة شوشرة جامدة جدا. وطبعا ساءت المحطات، فطبعا اضطروا المسؤولين ان هم يغيروا على موجة الاف ام اللي هي معروفة، اللي هي بتشتغل باريال او بتعتمد على اريال خارجي، فالقنوات فيها أصفى وأحسن زي ما احنا شايفين كده. ده يدوب مفتاح الصوت، وده مفتاح التيونينج أو التوليف أو تغيير المحطات، وتغيير التغيير يعني المحطات على التدريج دوك بفتلة زي ما احنا شايفين كده اهو. ده زي ما احنا شايفين يا جماعة بيتفك بسهولة اهو كده، بنحط ايدينا كده اهو وبنشيل الراديو. ده موديل زي ما احنا شايفين، موديل 82 اي، شكله من 82 زي ما احنا شايفين الشكل القديم، بوردة دي اريال عمود في الرايت اللي هو ده، دي الملفات بتاعته، طالع منه اربع اطراف من ملفين، عبارة عن ملف كبير واخد لحد هنا كده اللي هو الملف الابتدائي، وملف الثانوي اللي بناخد منه الإشارة بتاعة الراديو اللي احنا استقبلناها عن طريق اللي هي الاريال دي. ده يا جماعة الاريال، الملفات دي مع العمود الرايد بتعمل اريال. ده يا جماعة زي ما احنا شايفين ده المكثف، مكثف المحطات اللي بنختار به المحطات. ده موجة واحدة، عرفت ازاي موجة واحدة؟ ان هو بيبقى ليه ثلاث اطراف وليه واحد اتنين اتنين اللي هم المسامير المشقوقة دي، دولك اتنين ترايمرات محطوطة بالاشتراك مع المكثف لضبط المكثف، لان المكثف بيتظبط او بيتغير عن طريق الاكس القداماني بتاع الاوكرا. دي بقى يا جماعة الاي افات بتاعة الموجة الواحدة. اقرب ده الاوسيليتور، اقرب ملف للاوسيليتور اللي هو ده، طبعا بعد كده بيجي التردد المتوسط اهو يا جماعة، وهو عبارة عن الاي اف ده وترانزستورايا والاجزاء اللي بتشغلها. اللي بعديه برضو نفس الحكاية، ترانزستورايا واي اف بيشغلهم، وهكذا لحد ما نصل الى ديود اهو يا جماعة، ديود الكاشف زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. ده ديود الكاشف اهو، ديود زجاجي ابيض وفي حته سودة في الاتجاه تقريبا العكسي. بعد كده بيدخل على الاي سي بتاعت التكبير ديك، بس قبل ما بيدخل على التكبير بيدخل على دايره المفتاح دوك اللي هو اللي هو مفتاح الفوليوم اللي هو بنعلي ونطي الصوت. بعد ما تكون اتكشفت الاشاره وتحولت من اشاره غير مسموعه الى اشارة مكشوفة عنها، اشارة صوتية اللي هي التعابير بتاعتنا العادية اللي احنا بنسمعها بيننا وبين بعض. اما قبل الكاشف فدي اصوات غير مفهومة بس طبعا موجودة، وبيكشف عنها الكاشف ده الثنائي ده اللي هو الثنائي، بنسميه الثنائي الكاشف، وبيدخل هنا على احد الاطراف بتوع المقاومة المتغيرة او مفتاح الفوليوم، واحنا بنتحكم فيها عشان توصل للطرف الوسطاني وتروح لايه؟ اي سي الاخراج اللي هي اخراج الصوت دوت اللي هو ده يا جماعه اهو، وشكله متغير قبل كده محطوط على قاعده. المهم
انا طبعا ما بحبش اصلح موجة الام دبليو لانه فيه شوشرة واللي والزبون ما بيعجبوش، يقول لك جهاز عليه شوشرة مش سامع كويس، ممكن يلاقي محطة رقة شوية والباقي عليه شوشرة. فانا بشتري دماغي عشان افهم الناس الموضوع دوت. طبعا لو اشتغل بحجرة الشوشرة هتقل بنفس بنسبة كبيرة. هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده السماعة 8 اوم 2 واط، في هنا الترانز، في هنا الترانس بتاعه اهو زي ما احنا شايفين ب 6 فولت 606 اللي هم الزرق دول يا جماعة اهم الاطراف اهي، وداخلة على انطار التوحيد اهم اتنين اهم يا جماعة اتنين اهم اللي هم دول يا جماعة اهمك واحد واتنين تقريبا حوالي 3 امبير من 2 الى 3 امبير. بعد كده بعد ما تتوحد بيدخلوا على المكثف الكبير ده وتتنعم. طبعا انا ما رضيتش اصلحه لان هيعمل لي قلق، بس انا لقيت له استخدام تاني. لو واحد عنده حاجه زي دي اعمل فيها ايه؟ اولا ممكن استخدمه كصب، ممكن اوصله بالكمبيوتر عن طريق توصيل اشاره الصوت للطرف اللي هو مدخل الصوت على الفوليوم ده واتحكم في الصوت بواسطه هذا المفتاح وهيطلع من هنا. ممكن اركب له دايرة يو اس بي اللي هي الام بي 3 ونشغل عليه فلاشة وصوت كمان. بس ما اعرفش، انا هقول للزبون لو رضي رضي، ما رضيش خلاص. المهم هو كده بايظ مش لاقي له استخدام، مش عايزين يستخدمه في اي حاجة صنايعي. انا ممكن استخدمه استخدام تاني وهو الكشف عن غير حكاية الصب، ممكن استخدمه في الكشف عن صلاحية الرموتات زي ما احنا شايفين ادي ريموت هنجربه كده ونوصل بيه الكهرباء اهو، نوصل الكهرباء طلعت لنا شوشره هنا كده معناها ان في دار الصوت شغاله. بس انا لو دوست على ده ووجهته ناحيه الاريال هيطلع اشاره على هنا، اشاره هنا يا جماعه، اشاره فوق الحمراء او تحت الحمراء، هتدخل على الملفات دي وهتطلع لي في السماعه، وده دلاله على ان اللي هو اللي الريموت سليم، وكل ما ادوس على زرار يديني الصوت دوت. فطبعا ممكن نختبر بكل زرار على حده زي ما احنا شايفين كده. بصوا يا جماعه شوف الصوت ده اهو، بصوا تك 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 تك، ده دليل ان ده شغال. وده بصوا يا جماعه ده هينفع كل الفنيين. عندك انت بتبيع ريموتات لو كنت فني هتيجي تجرب الطريقه دي. ارجو ان اكون وضحت الفكره والاستفاده من الاجهزه القديمه سواء بعمل صب او باستخدامه في صيانه الريموتات اللي زي ديك ومعرفه سلامتها من عدم سلامتها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه انا نسيت اقول حاجه، ممكن برضو استخدمه للامام، بس نعرف فين اقرب حته للملفات ديك اهو اهو يا جماعه. بص يا جماعة سامعين الصوت ده اهو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده يا جماعة خاص بموجة الام دبليو، ده خاص بموجة الام دبليو هي بس اللي بتستقبل اشارة الريموت دي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.